السلام عليكم ست إيمان. أهلا بحضرتك يا شيخ. مرحبتين، تفضلي. بصراحة يا شيخ، أنا عندي مشكلتي مقرها أهل جوزتي وفي جوزي، مش عارفين نعملها دي إيه. تطلع عندنا تاخد مننا وتروح تكرههم فينا، تطلع الشارع تكره الناس فينا. دي حاضر اللي زي ديت ندخلها شقتنا ولا ما ندخلهاش؟ مقرها حاضر أهل جوزي كلهم، حاضر لدرجة نزلنا مرضوش يسلموا علينا وطلعنا تاني أنا وجوزي. حاضر يا ست إيمان. حماتي ما بتكلمناش برضو ولا بتكلم جوزي بسببها هي. حاضر يا ست إيمان، خليني أقول لأهل جوزك وأولهم حماتك، وأقول لكل حد بيسمعني، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل له راجل وقال له فلان الفلاني بيقول عليك، فسيدنا النبي ما خرجش يسأل اللي قال أنت قلت ولا ما قلتش، إنما قال لهم محدش يخبرني عشان أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ده النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا لو طبقنا المبدأ ده ان احنا ما نسمعش لحد، لان ربنا حكم على اي حد بينقل لك الكلمه انه فاسق، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب احنا مش عارفين نتجنبه، نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها الهجر الجميل، لا نصل الى قطيعه الرحم، انما صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. حضرتك أنا مش مقاطعك، أنت على عيني وعلى راسي، لكن لا في بيننا زيارات ولا في بيننا اتصالات ولا في بيننا كلام ولا في بيننا حكايات، فنقطع الكلام من أوله لآخره علشان ما يبقاش فيه أي مشاكل، وفي نفس الوقت ما ارتكبناش ذنب، لأن احنا خلي بالك لو أنت مرضت هعودك، ولو مت هشيعك، ولو أنت في أزمة هقف جنبك، لكن ما فيش زيارات ولا تزاور بينا، وده اسمه الهجر الجميل الذي يوفي بالغرض أو يفي بالغرض دون أن نصل إلى مرحلة قطيعة الرحم.